مع نشرة المنسق الأسبوعية. في ختام مشاورات بين جهات أمنية وصحية وتماشياً مع تعليمات وزير الدفاع، أعلن منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل أبروكون أنه اعتباراً من يوم الأحد 21 من الشهر الجاري سيسمح بدخول العمال الفلسطينيين في فرعي البناء والزراعة إلى إسرائيل والعودة إلى بيوتهم بشكل يومي. نذكر بأنه لن يطرأ أي تغيير بخصوص دخول العمال في المجالات الحيوية الأخرى الذين سمح لهم بالدخول في الفترة الأخيرة إلى إسرائيل بشكل يومي، حيث سيستمر دخولهم على هذا النهج ووفقاً للإجراءات المتبعة. سعياً للتغلب على أزمة الكهرباء في منطقة طول كرم وخصوصاً في قريتي بلعة وكفر اللبد، تم هذا الأسبوع تدشين نقطة إمداد كهرباء جديدة في مفترق عناب تتيح تزويد هذه المنطقة ب150 أمبير بضغط عالٍ. مراسلتنا لأور وطاقم المنسق كانوا هناك. إحنا الكل بيعرف أنه مدينة طول كرم بتعاني منذ سنوات عديدة بضعف التيار الكهربائي. حاليا راح يتم تحويل 4 نقاط ربط على الضغط المنخفض اللي هي بلعة، 3 نقاط ربط كفر اللبد نقطة ربط، بالإضافة إلى إدخال حوالي 87 أمبير على جهد 33 بما يعادل 120 أمبير على جهد 22 لسد عجز، يعني جزء من عجز منطقة طول كرم بالتيار الكهربائي. وإحنا المتأمل هاي المشاريع أنها تكون على بتواصل ومستمرة، ونشكر كل من ساهم في هذا المشروع وأنجز هذا المشروع. كل احترام لشركة كهرباء والمنسق. وأعرب منسق شؤون الطاقة في الإدارة المدنية السيد سعيد قاسم عن سروره في إنجاز هذا المشروع بالتعاون مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، مؤكداً عزم الإدارة المدنية على مواصلة العمل لتحسين البنى التحتية للكهرباء في منطقة طول كرم بشكل خاص وفي المنطقة بأسرها بشكل عام. أنتم مع أخبار المنسق. في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، وكم بالحري إذا كنا في فترة يسودها البرد القارس والأمطار والبرد والعواصف وحتى الثلوج، فالسياق بالأمطار تستدعي الحذر ليل نهار. ندعوكم جميعاً إلى توخي الحيطة والحذر لدى قيادة المركبات على الطرقات الرطبة في هذه الأيام. الصحة والسلامة للجميع. ضمن الخطوات لتحسين الخدمة في مراكز الخدمة، نذكركم متابعينا الكرام بإمكانية حجز الدور مسبقاً لإصدار البطاقة الممغنطة عن طريق موقع المنسق أو تطبيق المنسق. وستعطى الأولوية في تلقي الخدمة لكل من يحجز دوره مسبقاً، وهذا سيخفف أوقات الانتظار بشكل ملموس، بينما سيضطر من لم يقم بذلك الانتظار أو حجز الدور في المكان في حال تسنى ذلك. كل المعلومات على صفحة المنسق. بقيادة وحدة المياه في الإدارة المدنية يتواصل العمل في مشروع مد خط المياه على طول شارع 55 والذي سيوفر المياه إلى مدينة نابلس، وذلك في إطار مشروع كبير وواسع النطاق والذي من المتوقع أن يضاعف كمية المياه إلى المنطقة في المستقبل بثلاثة أضعاف. أنتم مع نشرة المنسق الأسبوعية. تجنباً لإنقراضها وحرصاً على استمرار وجودها، قام مطلع هذا الأسبوع أفراد وحدة الحدائق والطبيعة في الإدارة المدنية بإجراء تعداد الغزلان السنوي في منطقة الأغوار وصحراء يهودا. مراسلنا نمرود وطاقم المنسق رافقوا منسق الحدائق والطبيعة في الإدارة المدنية جاي كوهين وأفراد وحدته في عملية التعداد. אנחנו רואים הרבה כבישים, הרבה בתים והרבה עדרים שמסתובבים בשטח, אבל צבעים אין. ואיפה הם נעלמו? רק אלוהים יודע. בטל בני אדם לסמע סוט השנניר, סוט الطيور اللي بتبقى تغرد في الصباح.
يعني الناس صارت تضايق على الحيوان في مرحلة انه يقطعها عن الوجود. انا بقول ان شاء الله انه ربنا بيهدي الناس وتبطل الصيد وبقيموا هاي الخلفية من روسهم عشان نشوف هاي المناظر الطبيعية في بلادنا هذه. التقرير الكامل على صفحة المنسق قريبا. دخلت في الفترة الواقعة بين 17 من الشهر الحالي من معبر كيرم شالوم 2330 شاحنة محملة بنحو 73,000 طن من البضائع والمعدات، وتم في هذه الفترة أيضاً إدخال حوالي 3,116,000 لتر من الوقود والسولار. إلى هنا انتهت نشرة الأخبار، إلى اللقاء.